السلام عليكم يا جماعة، بحيي كل مشتركين القناة بتوعنا اللي إن شاء الله بيكون القناة هتكبر. فالفيديو بتاع النهاردة مش تدريب، بس بوريكو بس بنتي وهي بتمشي حورس، وإزاي المفروض إن أنت تبقى بتمشي كلبك. كلب المفروض يبقى ماشي جنبك، المفروض يبقى الحبل مرخيش، يعني هي تعتبر مش ماسكاه أصلا. تمام، بنتي ما كملتش 13 سنة بتمشي كلب وزنه أكتر من وزنها أساسا، وزنه داخل على 60 كيلو، وطبعا أقوى منها بكتير. فلو عايز تعرف إزاي تمشي كلبك بالطريقة دي، اتفرج على الفيديو بتاعنا بتاع إزاي تمشي كلبك. تمام، عايز تقولي حاجة؟ عايز تقولي حاجة للمشتركين بتوعنا؟ لو انتوا مثلا كلبكوا اصغر من حرس يعني ومش عارفين تمشوه، واتفرجوا على الفيديو ازاي تمشي كلب وهو جنب، مش عارفة الاسم عشان تبقوا شاطرين كده زي بنتي. يلا سلام عليكم يا جماعة، مش هطول عليكم الفيديو.